احنا اليوم انتهينا بشغلنا وهذا الثلج وغيرها وما اعرف ايش وسوالف احمد وكذا. فجأة وقت المغرب جينا مفاجأة، جينا واحد دق علينا الباب وقت المغرب يفطر بعد جاي من التوقع. اي ما اقدر افتح ايد واحدة. بعد جاي من هلا 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 بالكب والعراقية. هلا 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 شوفكم وقت صلاة المغرب وعلى الفطور. اوي هوي هوي شوف الترتوب بعبع شنو ها. لا 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 قوية. واحد يعني يجيك يشدق لك الباب وشايل لك هذا الجم كباية هاي 20 كباية احنا صب زين زين يجيك يجعل جاهزة ومو ببالك ما عرف في الأسود أم أحمد ورانا مواكيل. ها صدق سيد تعال اقعد افطر. يابا هاي المفاجآت الحلوه العراقي هاي اللي تحبها هذا اللي قلبك يطمئن له. شوف عاشتك سيدنا. اشكرك احمد الله بعدين. يلا بسم الله بسم الله. رب العالمين الحمد لله وشكر استرعينا ورزقنا اليوم أطيب كبة عراقي جتنا وياها الضيف العزيز اللي هو جاب الكبة وياه. بس إذا ما يصير واحد يجيب يعني خطار يجي ويا الكبة ماته ويجي شلون يصير؟ والله هذا اسمح لي أنتم ماخذين بس هذه جديدة. فقلنا لازم نجيب لك كل شيء يعني منو بيجي يدير فارغ. غير بالعكس إحنا نعزمكم. زين يا بيه فالله رزقنا بهاي الكبة الطيبة. سبحان الله بعدنا احنا ما تماكلين هو رجال فطار واحنا غدا زين وعايشين لك سيد. يلا هاي كبه السرايا هي بعد بس شاي وعشويه جيب كرك ورحم الله والديك.